انطلقت الآن الجيات في شوطها الرابع على جائزة زيد بن محمد بن زيد يرحمه الله من أهل الرياض، واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط لجياد وفراس الإنتاج السعودي عبر الثلاث سنوات التي لم تكسب، ويقام على مسافة 1400 متر، قيمة الجائزة 27000 ريال، والصدارة للقامرة في المركز الأول، متابعة من ضوح البرق في المركز الثاني، وأيضا هناك محاولات من نعم نعم، وأيضا محاولات للتقدم في هذه الأثناء من بقية الجياد. وألاحظ أيضا ثريا نجد من الداخل في المركز الثاني، وضوح البرق في المركز الثالث، وأيضا القابرة متمسكة بالصدارة حتى الآن ما شاء الله، ومحاولات أيضا من قبل نعم نعم من الداخل، وأيضا من ناشط من الخارج ومن بقية الجياد. وشاهد حراوي السعد أيضا محاولات للتقدم، والصدارة للقامرة في هذه الأثناء في المركز الأول، محاولات من ثريا نجد في المركز الثاني، والقامرة متصدرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، محاولات للابتعاد عن منافسة بقية الجياد في هذا الشوط، والقامرة ما شاء الله محاولات لإطالة الفرق بينها وبين بقية الجياد، ووتين محاولات للتقدم في المركز الثاني، والقامرة إلى خط النهاية معلية الفوز بالمركز الأول. ألف مبروك.